في مثل بيقول فلان باع اللي وراه واللي قدامه. حضراتكم تعلموا ان الدولة اعلنت انها هتطرح 32 شركة للبيع. الموضوع ده زمان كان موضوع كبير قوي وخطير. نبيع ولا ما نبيعش؟ انت محتاج انك تبيع. اللي هيبيع اللي وراه واللي قدامه زمان اكيد كان في قمار وخسر كل فلوسه. شايفين اللي مؤاخذة المليارات زي الكوتشينة. تلككم جله لتعاصى جله. المليارات يا دكتور مصطفى زي الكوتشينة. حط فلوسه في البورصة والعشم كان واخده يا ولده والفلوس راحت. الرزق على الله. محدش عارف مين اللي هيموت الأول. قولي لي يعني بتكلم كتير عن ربنا ليه؟ أبجحش ها؟ قلت لهم حبيبي. أيوه بس. حبيبي وغالي علي. فتح محل موبايلات نوكيا قبل الايفون ما ينزل بساعة. ده لو كل يوم 10 مليون من 90 مليون تليفون موبايل اللي موجود مع الناس. يلا يا اخوانا ادعوا معايا كده ان ربنا يوفقني كمان وكمان. الفتح صبح على مصر بجنيه. بالحضن يا ابن السيد العمشي. حضن يا هلا. ان الموبايل بتاعه ب 10 مليون جنيه. والحسابه بتحسب. الحسابه بتحسب. الساعه ب 5 جنيه والحسابه بتحسب. يعني في الشهر ب 300 مليون جنيه. ايدك ابوسها يا شيخ. هتتعبوا معايا قوي. أنا كنت بالشعلة على حبال الهوا وانت استلقتني على كوب الراحة. كانت الحكاية كده. مواقف صعبة. طب أنا عايز أي حد من اللي موجودين في ال 100 مليون مصري دول يقول لي أعمل إيه وأنا أعمل. أو هو يجي يعني. فبيضطر يبيع اللي وراه واللي قدامه. الحاجة اللي تغلى ما تشتروهاش. لكن اليومين دول بقى في ناس بتبيع اللي وراها واللي قدامها واللي جواها. هقول تعبير صعب جدا. جدا. والله العظيم انا لو ينفع اتباع لاتباع. يا نار يا لهوي. يا باشا ادور على البلد. لازم حد يوقف عشان البشريه عشان المستقبل عشان الدنيا. دوروا على بلدكم. هو مفيش حد عايز يتقلب كده. احنا هنموت يا جماعة. فكروا يقولوا لي احنا عايزين نحافظ عليك. تعالى يا عنتر يا بنتي. انت الايقونة بتاعتنا. برافو عليك يا دي عنتر. انا بقول لكم كلام اتقال. انت هتبقى بطل يا عنتر. انت الايقونة بتاعتنا. انت البطل. جميل. انت هتبقى بطل قومي يا عنتر. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي يعنيه هذا الشعب. اهلا. احنا مش هنبيع حاجتنا بالرخيص. لا ولا في طياره دلوني ولا غفلان. اول اغني الناس اغنيهم. والتانيه زي الحمار وخموني ولا نيش دريان. الخير اللي جاي للمصريين. الاول حمار تفل بتتكلم تقول مرجان ياقوت مش عارف ايه. اديني اديني. والتانيه حمار. ايوه. والتالته برضك حمار. هو البطل خلاص ولا ايه؟ انت هتبقى عالمي يالا. بكلمكم بجد والله. العالم كله هيتكلم عليك. هتمشي في الشارع راسك مرفوعه. انت البطل اللي حافظ عليك. الدنيا كلها بتقول اهو. هو حد ممكن يدي ظهره ولا ايه؟ امشي شوف نفسك. اهو شايف يا معلم. شايف نفسك. مش هاكل نفسك والدنيا بتشاور عليك. ايوه. مش عارف اعلم. مش عارف اعلم. نفسك والناس فرحانه بيك. ايوه. مش عارف اشغل. مش عارف اسكن. عمالين يقولوا ويشاوروا عليه ويقولوا دي اصول الدوله المصريه. مش هنرميها. لازم تجيب اعلى سعر. قولوا برافو. الولايه هو اهو. الولايه هو اهو. بدل ما بياخد 1000 يبقى بياخد 1500. 2000. انا بتكلم على الكل مواطن. الساعه ب 5 جنيه والحسابه بتحسب. كانت الحكايه كده. ان شاء الله تبقى تمتص في نظرك يا متولي يا ابن الست العمشي. طب وكانت عمشي في 10 شركات كمان تابعين لجهاز خدمه وطنيه. ايوه بيتجهزوا دلوقتي. والله يا معلم ما ينفع. لا ولا 120. من الاخر اسال بره. اول بس ما تطرح اسمها كده تعالى يا تعالى. اول ما يتقال وانا بديك حاجه. لا 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 انت عارف البضاعه بتاعتي عامله ازاي. حاجتنا مش هتتباع بالرخيص. الله عليك يا بلد.
ابدا. احنا قلقانين وده حاجه مستقبل بشريه. مفيش في الموضوع ارض ولا عرض ولا اي حاجه. انا ملك التحويل ما تقلقش. فين طيب؟ يعني انتوا عايزينه دلوقتي؟ اتفضلي يا امرايا. التالتة اللي قبل ما اتكلم فيها هي خاصة بأشقائنا المصريين. رهيب ده الدكتور ايديه تتلف بحرير. اوعى ده خلاك برازيلي يالا. انتوا مين؟ احنا مين؟ انت ايه؟ عشان بقيت مزه نسيت بقى يا معلم. معلم واصحابه في الاخر كله منتظر عبد الفتاح السيسي يطلع يرد. لم نفسك شويه ده هيبقى مراتي. ده انت يا بختك انت. الحمد لله. لا لو كلنا نتقلب كده. ايوه احنا نبقى 100 100. فلو مصر استمرت في هذه الاجراءات لبيع شركه وطنيه وصافي. بس انا عندي سؤال. امرني. الجهاز اللي هناك ده مايكرويف ولا توستر؟ الابيض ده؟ اه. لا يا حبيبي ده توستر. لان هي انتقت الدوله شركتين بيبينوا ان انت جاد جدا في هذا الامر. ياباني ميد تشاينا. حلو قوي. ده يبقى بكام كده؟ العرب الافريقي الدولي عندنا بنك الاسكندريه بنك القاهره ب 500. لا 500 جنيه كتير يعني 350. حلو عشان خاطرك انت 400. لو هدي لك عليه كمان هديه ايه؟ طبعا مسقعه بايت عامله مدوحة. انا لن ابيع التاريخ ولن ابيع الجغرافيا. اسم النبي حرصك وسينك وضمنك يا دل امك وحبايبها وجيرانها وجيران الجيران. احنا مش هنبيع حاجتنا بالرخيص. لا ولن ابيع الحاضر ولن ابيع المستقبل. طب اقلع الزكيتة الجديدة يا عين امك. وهذا امر غير مقبول وغير مرفوض. والمنطلون كمان. لا المنطلون بقى لا. المنطلون اه. دي اصول الدولة المصرية مش هنرميها. لازم تجيب اعلى سعر. وانت يا امور يا نايتي ما تقلع ولا مستنى لما اجيب الداتا تقلعك. ان ده بيمثل ضغطا محاوله للضغط على البنك المركزي والدولي. طب بسيره الضغط بقى انا عندي جهاز ضغط وهو ديجيتال اخلصه لك من تاني. لا 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 مش محتاجه. شايف ان ده نوع من الضغط على الدوله والبنك المركزي. انت مش عاوز اساسا تقيس الضغط ممكن تستخدمه كمنفاخ. هي عزبه يعني. هو سوبر ماركت يعني. دي مصر يا جماعه. يا قلت صوتك احنا في عزبه خطر. احنا في بلد احنا مش في سوبر ماركت. ركز مع بعضينا احنا في عزبه خطره. احنا مش قاعدين في محل بقاله شغالين. دي دوله. تالت حاجه لازم يبقى عندنا ذكاء ودهاء سرعه بديهه استمراريه وروح معنويه وباتنين جنيه لانشون ورغيفين فينو. لا انا ده ثقه كامله في الرئيس عبد الفتاح السيسي. فين عنتر طيب؟ عنتر اتفرج اسمه عنتره. عنتره يا عنتره يا سكره. بص اتفرج خش يا عنتره. ان خطه مصر ذات 37 يعني ده معناه ان احنا قاعدين. اعوذ بالله. عاوز مسخ دمين ارموه بالمقص من عينيه. احنا واخدين بالنا من نفسنا قوي. لا تحبني ولا احبك. اعوذ بالله. لا تحبني ولا احبك. والله العظيم انا لو ينفع اتباع لاتباع. يا جماعه ما تتريقوش عليه. ابويا راجل غلبان في اللي منهم فلوس بيعلق محلول كل يوم. لان ده امر ما يرضيش ربنا. ده امر ما يرضيش ربنا. واللي ما يرضيش ربنا احنا هنبقى موجودين معاه. ما خلي بالك انا راجل محلل مخابرات ودارس بره وجوه. قولوا برافو.